أيضا ينضم إلينا هاتفيا من الرياض الدكتور مطلق المطيري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور مطلق. كيف وجدتم تأكيد المملكة على حرصها على حفظ الأمن الدولي والإقليمية؟ مساء الخير عليك أستاذ، ومساء الخير على مشاهدينكم الكرام. نعم، نحن أمام هذه الكلمة يعني الشاملة التي تحمل أكثر من بعد فيها، وخاصة البعد الأمني والبعد التنموي. وذكر مثل نائب سمو وزير الدفاع على الاعتبارات التنموية وأهمية الاعتبارات التنموية من أجل الاستقرار ومن أجل التقدم ومن أجل ضمان المستقبل وضمان المستقبل في عيش كريم للمجتمعات. وقدم أيضا البعد الأمني والتهديدات التي تواجه البعد الأمني، وخاصة في منطقة الآن نحن أمام اعتبارات كثيرة أمنية، ذكرها السمو أن هذا التهديدات ومصدر التهديدات هي التهديدات الإيرانية، وهذا أعتقد أنه لا يختلف مع عقل. ونحن نشاهد أكثر كل الشواهد تدل على أن إيران هي التي تهدد أمن واستقرار المنطقة لصالح أيديولوجية متطرفة، أيديولوجية تؤمن أو تؤمن وتعمل على تصدير ثورتها وضرب التنمية وضرب الاستقرار في هذه المنطقة. البعد التنموي له متطلبات، أحد متطلباته وركائز هذا البعد التنموي نقصد تنمية المجتمع، تنمية من ناحية التعليمية، تنمية من ناحية الصحية، وأيضا من ناحية الحضارية. الحضارية هي تشارك العالم بالتفاهم، تشارك مع العالم في الحوار، تشارك العالم مع المصالح المشتركة. هذه التنمية هي المطلوبة، ولكن مهددات التنمية هو الاعتبار الأمني. الاعتبار الأمني مصدره وأسباب الخطورة فيه هي السياسة الإيرانية، وأكثر خاصة احنا في العالم العربي هي تكاد تكون المصدر الأول. طبعا لم تشاركها مع، لا نقدر حتى ننفي حتى أن إسرائيل لها تهديدات على المنطقة، ولكن إيران بسبب إسلاميتها، بسبب هذا المذهب يوجد في أكثر من منطقة، أكثر من دولة في العالم العربي، جعلت من هذا المذهب هو مصدر. طبعا مذهب الثورة، لو ليس المذهب يعني مذهب الشيعي ومذهب السني، هو مذهب الثورة التي عملت على أن تجعل منه مصدر تهديد للمنطقة، ومصدر تهديد للبرامج التنموية، ومصدر تهديد للاستقرار في هذه المنطقة. وكانت كلمة المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر وفي هذا المنتدى هي اللي تقدم دلالة واضحة على أهمية الاعتبار التنموي، أهمية التنمية الاقتصادية، أهمية الاستقرار. ولكن لن يحدث هذا بدون أن نعالج المشاكل الأمنية ونعالج مصادر الفوضى الأمنية. وهنا يعني مطالب العالم أنه يشارك مثل المملكة العربية السعودية مثل هذه الرؤية من أجل صناعة الاستقرار والأمن الذي يحافظ على التنمية ويرفع مستواها إلى مستويات أعلى. يعني تنمية المواطن وتنمية في كل مكان. شكرا جزيلا دكتور من الرياض الدكتور مطلق المطيري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك.